السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي كل مشاهد قناة الزيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. احنا في السوق الأسبوعي من ثلاث أولاد قليب سطات، واللي ما عرفوش كاين في المملكة المغربية الخيرة والرجال المغربية والناس من المدن الكبرى بالمملكة المغربية، أو كل مشاهد قناة الزيتون مرجان في المكان داخل الوطن أو خارج الوطن. أحبابنا أهلا وسهلا بكم جميعا. عيالة الرجال بنات ولاد اليوم 29 شهر 8 2023، الخيرة والرجال جميع مشاهدين قناة الزيتون مرجان والحباب تونا في المكان، أهلا بك. بدينا عند الغطاس هنا معروف البقعة والشرية والحريفية والكزارة، شي حاجة اللي زوينة ورفيعة وممتازة. تيجيو عندو الكزارة، يجيو عندو الحريفية، البقعة والشرية، حيت عندو شي حاجة رفيعة وشي حاجة مخيعة. تنوريو انت احنا لجميع المشاهدين قناة الزيتون مرجان والناس المولفين أسواق الأسبوعية بالمملكة المغربية، تنوريو ما الخيرات من طنجة لكويرة الحي والحباب تونا في القرى في البادية في المدن الصغرى ولا الكبرى بالمملكة المغربية، أهلا بكم جميعا. لا تمينارة تمن ما كاين لا زيادة ولا نقصان. هذا هو الغطاس، وهذا احمد ولده، وهذا رضوان، وهذا صادق عبد الصادق، تا هو ضرافات. وكما تشوفوا بشحال هاد الخيرات الغطاس اليوم تتبيعوا هاد الشيء؟ 704 زيتون، 704 704 بشقه بخبزه، تيقول لنا 704 بشقه بخبزه، والقديم بشحال؟ القديم بجوج دراهم. تيقول لنا الغطاس هنايا الخير موجود عندنا المغرب الحمد لله، الخير موجود في المملكه المغربيه فعلا، تيقول لنا الخير موجود. واللي بغى يشوي عندك الغطاس بشحال؟ 20 درهم. السلام عليكم. 20 درهم مع الحباب، كان اللي يعطيك اكثر الحباب، كان اللي يعطيك اكثر، ما يتحاسب معك كاع، وكان اللي يضربها بسلته. لا اله الا الله، كله كيخلقوا مولاه، لا خاصو ياكل الحرام. ويني ما خاصكش تاعك تخليه يمشي قدامك. ولا غادي ما كتشوفيش، ما تشوفي. كل يقول انا ما عنديش، اش غدير؟ ما عندك ما دير، ما عندك ما دير. واحد المرة واحد قال لي راه غنخرج نقطو قدام البوليس، قال لي واش غادي انا مات لك في يدك هذا كي غدير؟ هو قال لك كلام الحق، وفعلا هذه راه حقيقة، لا مات في يدك فين غتولي؟ هذا اللي كان فعلا فعلا تمام كما قال لنا هذا الرجل الحقيقة، قال لنا الحقيقة ضرفات، هو ضرفات ورجل معروف. تنوريوه الخيرات لجميع المشاهدين قناة الزيتون مرجان داخل الوطن أو خارج الوطن. خلص الراجل، ماشي توكل ولدك وتسلت. اجي لا الله يرحم الوالدين، انا ما كنسلتش. كتصور ولا تنصور؟ كتلعب؟ تنصور. كتصور احنا انا كنخبر. ما تحقرش لينا لا. في الرحبة تقريبا. ويه ما تحقرش لينا على الغطاس. تقريبا 30 عام ولا لا؟ تقريبا تقريبا. دخلت في 94 شفتك انت في الرحبة. مرحبا. ها؟ مرحبا. ولدك اسمه؟ ولدك فيصل. ضرافات هذا فيصل ها؟ وأناس كيدرك الكومونتير. فيصل خير مع أناس. على حساب اش؟ هذا ضرافات. أناس في جوج متر ديال الطول. أبوه. صوتي. هادو الناس جابوا اللحم تيشوي ليهم الغطاس تاعهم. ها؟ الحمد لله. الله يحفظها منك اودي. ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الله يعطيك الخير اودي سي رضوان. الله
شحال نص رضوان شحال؟ عشرة دراهم ماش فيها هذا عشرة؟ خمسة قطوان بعشرة دراهم كل واحد صوب لي على قدره. يلا هاد الهبايل بشحال تبيعو ما تبيعو مع الكبدة؟ مع الكبدة هاك هاك كمل محمد المفزر هاكا دار خويا لاباس كي داير شوية اللي من هنا ياك ايه سلام اهلا وسهلا كي داير بخير؟ القطاس معروف هنا يا معروف شي حاجة لي زينة وشي حاجة عرفوها الجزيرة والبيع والشراء والحريفية وتحنا نوريوها لجميع المشاهدين قناة زيتون مرجان حبابتونا في المكان اسمعت فيدرو هبيل ولحمات ياك هبيل ولحمات وش برا تنقلوا لجميع المشاهدين قناة الزيت المرجان ان شاء الله ثلاث الاولاد او حد ولاد عبدون بخريبكا او اثنين بن احمد او خميس سيدي حجاج ولاد مرح معروف هاد السيدات بشي حاجه اللي زينه ورفيعه او بغيتي تاخذ عندو او بغيتي تجيب من جهه اخرى وطيب عندو ما عندو مشكل تنقلوا لجميع المشاهدين قناة الزيت المرجان ونحبابتونا في المكان بارطاجيو لينا الفيديوهات الاخوان اللي شاف قناة الزيت المرجان وديروا لينا المتابعة والاشتراك الله يخليكم عبد الحق بيارة وشيزي شنو؟ حدي معاه